علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب ائتمام المأموم بالإمام. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهم، وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن، وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. شيخ، القيام ألا يعتبر شرطا من ركن من أركان الصلاة؟ هو الروايات ما زال هي كما قلت، الروايات كثيرة ومتعددة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، كان بعضها في صلاة التسبيح والنوافل، كان يسبح في مشروبة له ودخلوا يعودونه فاقتدوا به فصلوا قياما فأمرهم بالجلوس. في بعض الروايات الأخرى أنهم صلوا خلفه قياما، وهذا يستدل به المالكية على أن الإمام في النوافل يجوز أن يقتدي القائم بالجالس، لأن ورد في بعض رواية جابر أنه كان يسبح في مشروبة وصلوا خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس، فهذا يدل على أن النافلة، قالوا هكذا استدلوا، أن النافلة يجوز أن يقتدي فيها القائم بالقاعد، وهذا هو مذهبهم، لأن في النوافل يتجوز ما لا يتجوز الفرائض عندهم، يجوز في النافلة أن يقتدي البالغ بالصبي عندهم ويقتدي القائم بالقاعد، لكن في الفريضة عند المالكية المشهور عندهم هذا كله لا يجوز. و دخلوا عليه مرة أخرى في مشروبته وهو يسبح يصلي صلاة نافلة، وصلوا خلفه قياما فأمرهم بالجلوس على نحو ما ورد في هذه الرواية، فصلوا جلوسا أجمعون. وورد أيضا في مرضه، عندما مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، أنه خرج وأبو بكر يصلي بالناس حتى أجلس إلى جنب أبي بكر، واختلفت الروايات بعد ذلك هل
صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، هذا هو الصحيح. وأبو بكر رضي الله عنه يسمع التكبير فقط، أو أن الإمام استمر أبو بكر هو الإمام، ولكن على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهذا هو الصحيح، فالناس خلفه صلوا قياما. وورد في بعض الألفاظ أنهم أمرهم بالجلوس، واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة بناء على هذه الروايات المتعددة. أحيانا أمر بالجلوس، وأحيانا لم يأمر، أحيانا أقر صلاة القائم خلف القاعد، وأحيانا لم يقرها. فالإمام أحمد قال إذا كان الإمام عاجز عن القيام المصلون خلفه يجب أن يصلوا جلوسا حتى ولو كانوا قادرين، وأخذ بظهر بعض الروايات التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالجلوس. وغيره من الأئمة جمهور، وهي إحدى الروايات عن مالك رواية الوليد بن مسلم خلاف للرواية المشهورة، أنهم يصلوا خلفه قياما، لأن القيام فرض من فرائض الصلاة، فلا يسقط للأمر بالاقتداء. الأمر بالاقتداء مطلوب ومتبوع، يجب الإنسان أن يتبع الإمام ويقتدي به، لكن وجدنا أنه غير مضطرد أحيانا، حتى لو خلفته مخالفة لا تبطل الصلاة، بخلاف ترك ركن من أركان الصلاة وهو القيام من غير عذر فإنه يبطل الصلاة. وذلك التزموا بالأقوى وأن يصلوا خلفه قياما، وأخذوا بالروايات التي لم يأمرهم فيها بالجلوس. وقال الرواية التي أمرهم فيها بالجلوس في مرضي في المشربة هذه كانت متقدمة، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث. لا يطلب من الإمام الاستخلاف. نعم، لا يطلب من الإمام الاستخلاف على هذه لو عجز عن القيام. هذيك تبقى مسألة أخرى. بالنسبة للجمهور الذين يجوزونه ابتداء، مش أنه لو طرأ عليه هذا السؤال، يرد لو كان طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة من يشترطون القيام، يقول عليه أن يستخلف. لكن من لا يشترطون القيام ابتداء، عندهم يجوز ابتداء أن يصلي العاجز بالقادر على القيام، فإذاك لا يرد موضوع الاستخلاف عندهم، يعني الأمر مشروع أساسا. فالجمهور على هذا القول، وهو أن العاجز عن القيام يجوز أن يؤم، لأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في صلاته في مرضه. وكثير من العلماء يقول أنه ليست صلاة واحدة، صلاته في مرضه صلى، منهم من يقول صلى بهم 12 صلاة، ليست صلاة واحدة. وصلوا خلفه قياما وهم قادرون، ووردت الروايات التصريح فيها، ورد أنه هو الإمام، وكان أبو بكر يسمعهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مكبر ومسمع وليس إماما. فهذا يدل على أن الصحيح، وهذا من آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الصحيح أنه يجوز أن يقتدي القاعد بالقائم بالجالس إذا كان جالسا لعذر. ومشهور عند علماء المكيخ رواية الوليد بن مسلم تجوز عندهم زي رأي الجمهور أنه يجوز الأمر، ليس فيه حرج ما دام الإمام غير قادر. والرواية المشهورة عندهم يستدلون بحديث لا يؤمن قاعد أو جالس بعدي قائما، وهو حديث فيه لين ضعيف، ولكن يقوله وإن كان هو ضعيفا فإنه تعضد بعمل الخلفاء
لم ينقل عن واحد منهم أنه صلى جالسا بمأمومين قيام، فيعضدون الحديث وأن كان ضعيفا ويجعله ناسخا لما كان من الأمر الأول. لكن ظهر يعني الدليل يوضح أنه أن تكرر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى جالسا، وبعضهم يقول أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خصوصياته وليس لأحد بعده، لأنه لم يفعله أحد بعده من أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي أبو بكر ولا عمر ولا غيره بالمسلمين جالسا وهم قيام. هذا خلاصة يعني مذاهب وخلافهم. لكن من ناحية الظاهر كتكرار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفعله تشريع إلا إذا ورد نص بالخصوصية، خصوصية افتراضها هكذا لمجرد يعني اجتهاد لا تقوم بها حجة، بدل خصوصية تثبت يثبت بها الدليل. فما دام لم تثبت خصوصية وتكررت صلاته جالسا وهم قيام، الظاهر أن هذا جائز السائغ. قال حدثنا قتيبة بن قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاة التفات للحاجة نحتاج، لأنه خشي عن أصحابه ألا يكون أمرهم على الصورة الصحيحة، التفت لحاجة، التفات لحاجة لا يضر، لكن لغير حاجة ومنهي عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلص يختلس الشيطان من صلاة العبد، ورد أمره صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، فالالتفات أو الحركة اللي الإنسان غير محتاج إليها منهي عنها، لأنها تذهب الخشوع مخالف لأصل الصلاة المطلوب فيها السكون. هو التفت هنا لحاجة، وهذا يدل على مشروعية الحركة القليلة والالتفات القليل للحاجة، يدل على أنه مشروع. وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، والمكبر يسمى مكبر ويسمى مسمع، واختلفوا فيها هل هو جائز ولا غير جائز. فمنهم هو المشهور المعروف في المذاهب أنه إذا كان دعت له حاجة فهو جائز، هذا هو. لكن اشترطوا فيه شروط، منها أن لا يتكلف ولا يرفع صوته أكثر من المطلوب، ولا يعني يتكلف في تنغيمه، وإلا كل هذا يجعله ما يفسد الصلاة. لكن مجرد أن يبلغ فقط بالصوت الذي يحتاج إليه بالقدر المطلوب، فهذا هو القدر المشروع الجائز. ومنهم من يجعله لا يجوز إلا بإذن الإمام، إذا فعل غير إذن الإمام بطل صلاته، ولا يجوز الاقتداء به لأنك تقتدي بغير إمام. فتكلموا كثيرا في المسمع، وذلك ينبغي الناس تحتاط في مسألة التسميع هذه ولا تسرف فيها، تبقى هي بقدر الحاجة دون تكلف. والتكبير للمسمع والمكبر يعني هو الاقتداء في الواقع اقتداء بالإمام وليس اقتداء به، فالناس كانوا يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بصلاة أبي بكر. قال فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا،
فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذه الرواية اللي استند إليها الحنابلة، قالوا أنه حتى القادر على القيام عليه أن يجلس، وحذرهم من أن يفعلوا فعل فارس والروم أنهم كانوا يقومون على ملوكهم وعلى رؤسائهم. وهذا في الواقع هو منهي عن القيام على الجائز أو قيام الأتباع على المتبوعين، ومنهي عنه إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فهو جائز. قد كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يذب عنه ويرد عنه أيدي من أراد أن يتعدى عليه ويمد يده إلى وجهه الشريف، فضربه بالرمح. عندما يكون الوقوف قاعد لحاجة فهو مشروع، لكن إنما لا يكون لغير حاجة منهي عنه، لأنه مدعاه إلى التجبر والتكبر والخيلاء والترفع. وذلك ورد: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما أرادوا أن يقفوا على رأسه قال: إن قمتم قمنا وإن قعدتم قعدنا. كان كتوبه كنا بنوقفوا، منعهم من ذلك. وهذا بخلاف القيام للقادم، القيام للقادم يختلف، جائز القيام للقادم جائز، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدم عليه وقال للأنصار: قوموا لسيدكم. وقام لجعفر عندما قدم من الحبشة، وقام لغيره من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالقيام للقادم لا يدخل في هذا، والقيام على الجالس إن كان لحاجة تدعو إليه فلا حرج فيه، وإن كان لغير حاجة فهو منهي عنه لا يجوز. وهذا هنا شبه في هذه الرواية أن من صلى قائما خلف القاعد فكأنه فعل فعل ما فعله فارس والروم، أنهم كانوا يقومون على رؤسائهم ورؤوسهم، فأمرهم جميعا بالقعود. فيه نهي عن التشبه بغير المسلمين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. سبب ورود الحديث ونهي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وهم كانوا يصلون يعني يمنع التأويل، يعني يقلل من معنى التأويل أنه هو المقصود أن القيام في غير الحالة هذه يعني هو قيام الأتباع للمتبوعين، يعني يجعل يعني الدليل أقوى في جهة الحنابل أقوى من قول الجمهور، يعني ما يفيدش المعنى هذا يعني. لا، هو الحديث ورد رواياته أحيانا أقره مع القيام، يعني في بعض الألفاظ الحديث أنهم صلوا قياما ويصلون بصلاة أبي بكر يسمعهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرهم أيضا في مرضه في مشعوبته أن صلوا قياما. وأحيانا أمرهم بالجلوس، فاختلاف الروايات يعني كانت محل ترجيح، منهم من يجعل المتأخر ناسخ للمتقدم، وهذا مخرج من مخارج الجمع، ومنهم من يجعل الأمر ليس للوجوب، يعني أمرهم بالجلوس ولكن لو صلوا قياما لا حرج. لكن أكثر الروايات اللي وردت أنهم
صلوا خلفه قياما وأقرهم على ذلك. فالمسألة هي مسألة اجتهادية، إذا كان الإمام عنده عذر، لأن من ناحية الترجيح بالنظر للأديان الأخرى الراجح أنه ينبغي أن يحافظ على فريضة القيام، لأن فريضة القيام ثابتة ولا تسقط إلا بعذر، بخلاف الاقتداء. الاقتداء يعني يسقط لو الإنسان خالف المأموم الإمام في بعض الركوع ولا السجود ولا رفع قبله ولا كبر قبله، ولا فهو أساء الأدب، ولكن صلاته صحيحة لا يفسد الصلاة المخالفة. فأقسم في أن في مخالفة في الاقتداء الإمام على هيئة، ثم بعد ذلك ما جوزه المخالفة اللي هي أكبر من ذلك، اللي هي المخالفة في النية. واحد يصلي فرضا والآخر يصلي نفلا وذلك. فالغرض أن المخالفة في الاقتداء يعني ليست هي في قوة ترك ركن متفق عليه من أركان الصلاة والقيام. وذلك رجحوا الروايات، أخذوا بالروايات التي أنهم صلوا فيها قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، ثم ذكر نحو حديث الليث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال حدثنا محمد سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، هذه أيضا الملكية يقولون هكذا أخذوا بظاهرها، أن المأموم لا يقول إلا اللهم ربنا لك الحمد ولا يعيد سمع الله لمن حمده. والشافعي يقول المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ومأخوذة من الفضل قبلها، قالوا لأنه ذكر في التسميع الشيء الزائد فقط، لأنه دل الحديث على أن المأموم يقول مثل ما يقول اليوم، إذا كبر فكبر يقول الله أكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا سجد فسجد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فكأنه قولوا سمع الله لمن حمده، وزيدوا عليها اللهم ربنا لك الحمد، لأن هذه زيادة ما وردتش إلا في التسميع فقط، وذلك جاء النص عليها. فعندهم عند المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا تمسكوا بالظهر، لأن الحديث نص على ما يقوله الإمام وما يقوله المأموم. الإمام قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قولوا اللهم ربك الحمد، فالتسميع غير مطلوب من المأموم. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين لا تبادر إلا تسبقوه، يعني لا تسبقوه لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين وزاد ولا ترفعوا قبله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء قال وهو ابن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. إنما الإمام جنة إمام يعني هو وقاية وسترة ويتحمل عنكم زي السترة والمجن اللي يلبس المقاتل يتحمل عنكم كل مخالفاتكم اللي تعملوا فيها اللي ما تعلقش بشيء يبطل الصلاة تركت قراءة ولا تركت كذا ولا تركت تكبير في الوسط ولا كذا كله السهو اللي يحصل منك في الصلاة لو كنت تصلي وحدك أنت مطلوب بأن تجبره وتفعله ولكن إذا صليت مع الإمام في الإمام وجدنا وستر لك يتحمل عنك كل هذه الأشياء كل هذه الطعون يتحملها هو وتصل صلاتك سالمة غير منقوصة. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. شيخ هناك سائل يدعو الله لكم بالشفاء وأن ينفع الله بكم ويقول ما الفائدة من ذكر مسلم لإسنادين وهما متقاربان في اللفظ كما في حديث حرملة والقعنبي إذا قال أحدكم إلى آخر الحديث. معروف يعني زي ما ورد في يبقى حديث أحيانا هو يرويه رجل ليس لا يحتاج إلى أن يعضده غيره هو ثقة ومأمون لكن يذكر كل من سمع من الحديث لأنه يزيده قوة لما تنقل خبر عن شخص واحد موثوق به فخبرك صحيح من ناحية يعني الصنعة ومن ناحية الحالة المعتادة أن الناس تصدقك لكن عندما تنقله عن اثنين أو عن ثلاثة أو عن أربعة وكلهم موثقون هذا لا شك أنه يزيد الخبر توثيقا وصحة الزيادة يعني مفيدة في المسائل كل من وهذا يعني الحديث معظمها هذا السبب في أنه تجد في البخاري الحديث يذكر في أحيانا في 10 مواضع 20 موضع وفي كل موضع يستنتج ويستنبط منه حكم ولكن يذكر في كل مرة بإسناد مختلف عن الإسناد الأول فليزيده توثيقا وإسنادا. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر إليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى. اللي دخل على عائشة اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا هو أحد فقهاء المدينة 7
رجل كفيف البصر عالم فقيه، فدخل العيش وسهل ليستزيد علما. لا تحدثيني بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مجرد انه بيتسلى ولا بيعرف القصة، ولا زي ما يسأل كان فلان مات يقول لك كيف مات وكيف صار له وشن هو وشي نعمل له وشي نعالج وكذا، مجرد هو يفهم القصة وخلاص. لكن سؤال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو ليستزيد علما ليستنبط أحكاما، لأن مرض النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحكام كثيرة تعلق بالصلاة وبالأداب وبالقسم بين الزوجات وشيء كثير، أحكام يعني مستفيضة. وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا عتبة هو أخ لعبد الله بن مسعود، يعني ليس هو ابن عبد الله بن مسعود، جده عتبة، جده عتبة هو أخو عبد الله بن مسعود. طلب منها أن تخبره بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال لا وهم ينتظرونك، والحال أنهم ينتظرونك. وهذا يستفاد منه أن الناس إذا تأخر الإمام وتوقعوا أن لا يتأخر عليهم أن لا يسارع بإقامة الصلاة ويقدموا غيره، بل عليهم أن يتريثوا وينتظروا قليلا. يعني ما ينبغيش، المسألة ليست هي صارمة كما يفعل بعض من يتشدد في المسألة. إذا تأخر الإمام دقيقة يقول لك خلاص الساعة أي ضربت وخلاص يقيم الصلاة. إذا كان يتوقع أن يأتي في دقائق قليلة الأصل أنهم ينتظرونه. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل لي ماء في المخضب، لأنه حس نفسه يعني جسمه ثقيل ومتعب ومنهك، وظن أنه عندما يؤتى له بماء ويتبرد به ويغتسل به قد يحس نشاطا ويقدر على أن يخرج إلى الناس ويصلي به. وضعوا له ماء في المخضب، المخضب إناء يسمى المكتل، وبقدر ما يسع من الماء للاغتسال، الاغتسال اللي هو الشرعي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. اغتسل، قال إياد يحمل كلمة الاغتسال على الوضوء، لأنه أغمي عليه والإغماء ينقض الوضوء، فأراد أن يجدد الوضوء، هكذا حمله على مذهب المالكية، لأنه لا يشرع الاغتسال للإغماء وإنما يشرع له الوضوء، فحمل الاغتسال على الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا، كأن غير المالكية يقولون بالاغتسال وليس هو واجب ولكنه يعني مسنون. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ذهب لينوء ليقوم، أراد أن يقوم مرة ثانية، وكأنه توقع أن يقدر على ذلك ويحس بشيء من النشاط من الماء وجسمه ينتعش، لكنه لم يقدر مرة أخرى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. هذا التكرار كله يبين حرصه صلى الله عليه وسلم على إمامته بالجماعة، وأنه لا يريد أن
يفقد أصحابه في صلاتهم، وكان يعني الأمر للرخص وكذا الإنسان مجرد أنه يحس نفسه متثاقل حتى لأول مرة هذا يكفي عذر أنه يتخلف عن الجماعة، لكنه حاول صلى الله عليه وسلم المرة الأولى والثانية والثالثة في كل مرة يتوقع أن يحصل له شيء من القوة حيث يؤم أصحابه، في كل مرة لم يقدر. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس عكوف، الناس يعني محبوسون، عكوف من الاعتكاف والملازمة والحبس، حابسين أنفسهم وملازمين المسجد ينتظرون. والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: صلاة العشاء الآخرة، وصفت العشاء بأنها الآخرة، وهذا هو الصحيح أنه يجوز وصفها بذلك لغة وشرعا، خلاف ما ورد عن بعضها اللغة أنه لا يقال العشاء الآخرة، ولكن أهل الشرع وهم أهل اللغة، ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس، ورد في قول أصحابه أيضا أنس وغيرهم وصف العشاء بالآخرة من باب التغليب، لأنه يقال العشاءان للمغرب والعشاء، فالمغرب العشاء الأولى والعشاء العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. لما عجز وحاول مرارا وتكرارا ولم يقدر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. جملة أن يصلي بالناس هذه هي مقول القول، هذه هي الوصية، هذا هو الطلب اللي طلبه، هذه الرسالة التي أرسل إليه. ماذا أرسل؟ قال وطلب منه أن يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. قال أبو بكر، وأيضا هذه الرسالة هي اللي أخذ منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، أخذوا منها ترجيح أبي بكر على سائر الصحابة، لأنه اختاره لدينهم، فقالوا: ألا نختار لدنيانا ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لديننا؟ فالمقام اللي اختاره النبي لي هو أعظم، فهذا جعلهم يعني لا يطلبون غيره، اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، وهذه يعني إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لخلافته، خلافة أبي بكر من بعده. أبو بكر مع فضله ومكانته ومنزلته كان رجلا رقيقا، يعني قلبه يعني يسفر عليه الحزن والبكاء والدمع، والبكاء في الصلاة يشوش على المصلين، لما يكون إنسان ضعيف وغير قوي يشوش على المصلين ويشغلهم، فطلب من عمر أن يصلي بالناس، هذا هو السبب اللي جعل أبو بكر يعني يطلب من عمر، جعل له يطلب من عمر أنه هو الذي يتولى الصلاة. وقالوا هذا فيه دليل أن الفاضل إذا كان قام له عذر كلف بشيء له أن يدفعه عن نفسه، إذا رأى في نفسه أنه غير قادر عليه وأنه يسبب له أذن أو يسبب لغيره أذن، له أن يدفعه عن نفسه ويحوله لغيره حتى لو كان أذن، وذلك هذا هو ليس أذن، لكن استنبط منه أن الإنسان يعني كلف بشيء وفيه أذن له يجوز له أن يحوله لغيره إذا كان هو غير قادر عليه. وعمر لم يقبله ورده إلى أبي بكر وقالوا هذا هو الأصل وهذا هو الأولى، أن المفضول إذا كلفه الفاضل بشيء سواء كان تواضعا أو لعذر ينبغي ألا يقبله من أول مرة، يجب أن يرد الفضل إلى أهله، ثم بعد ذلك إذا لم يجد منصة قد يكون لكن لا يقبله لأول واحدة وكأنه ينتظره.
عمر كان كيسا وفطنا ويعرف أبي بكر قدره ومنزلته، فلم يقبل منه هذا التكليف. فقال أبو بكر: وكان رجلا رقيقا، يا عمر صل بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. خرج بين رجلين، يعني بعض الألفاظ: خرج يتهادى بين رجلين أحدهما العباس والرجل الآخر يتهادى، يعني لما يكون الإنسان مريض غير قادر على أن يستقل بنفسه ويميل أحيانا إلى اليمين وأحيانا إلى الشمال ويحتاج إلى من يسنده من الجهتين، فيقال هذا يؤتى به يتهادى. وكان الرجل يؤتى به إلى الصف يتهادى بين الرجلين ولا يتخلف عن صلاة الجماعة إن كان حرصهم. ورد هذا في صلاة العشاء، قالوا: لا، كان الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقف في الصف، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق، معروف النفاق ومعلوم النفاق. والتهادي هو عدم القدرة على الاستقلال، وكان بين رجلين يسندانه، أحدهما سمته عائشة وهو العباس، والآخر لم تسمه، وسماه عبد الله بن عباس. وورد في رواية أخرى أحيانا الرجل الآخر كان الفضل بن عباس، وأحيانا أسامة بن زيد، وأحيانا علي بن أبي طالب. فعائشة اقتصرت على الرجل الذي كان يلازمه طول الطريق، لأنهم قالوا عرفوا للعباس فضله لكبره وعمومته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يتنافسون، كانوا الأربعة يتنافسون على من يسند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسر به إلى الصف. فأعطوا للعباس مسافة الطريق كلها جهة يسنده العباس تقديرا لفضله وسنه وعمومته، والباقون أسامة بن زيد والفضل العباس وعلي بن أبي طالب كانوا يتناوبون ويتنافسون على الجهة الأخرى، في كل مرة يأخذ واحد. وذلك عائشة لم تذكر إلا من رافقه في كل الطريق، لأن في باقي الطريق أحيانا يكون فلان وأحيانا يكون فلان وأحيانا يكون فلان، فقالت: ورجل آخر، كل مرة يأتي رجل ويأخذه بيده الأخرى. لا كما يلمز الشيعة بأنها لم تفر عليهم. إلا طبعا من الفسوق والعصيان والضلال. فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. لأن كما ورد عن أبي بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أوتي بالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، ترك له المكان ليؤم الناس، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ويبقى إلى جنبه. وهذا يؤخذ منه أنه يجوز لأحد المأمومين أن يقف إلى جنب الإمام، يعني لو كانت هناك صفوف كثيرة أحد المؤمنين أراد أن يقف إلى جنب الإمام كما يحصل عند الازدحام، فهذا لا حرج فيه. وقال لهما: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: يعني هذه الصورة اللي أخذ بها جمهور العلماء، أبو بكر قائم لم يصلي جالس، يعني حافظ على فرضية القيام، والمسلمون حافظوا على فرضية القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وهو الإمام وهو الذي يصلي بهم، وكان أبو بكر يسمع ويصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون
يصلون بصلاة أبي بكر، يعني يسمعهم تكبيره، هذا معنى يصلون بصلاته. شيخ، في هذه الجزئية الأخيرة، من الذي استخلف الآخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبي بكر أم أبي بكر استخلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا وقالوا يؤخذ منه أنه يجوز للمأموم يعني أن يكون إماما، لأنه معروف أن المأموم لا يكون إماما إلا في صلاة الاستخلاف. إذا كان الإنسان انعقدت مأموميته لا ينقلب إمام، وهذا إجماع، قلنا يعني فيه الإجماع. واستثنوا من ذلك الاستخلاف، أن المأموم بدأ صلاته مأموما ثم إذا حصل عذر الإمام أنه يكون إماما يستخلف. وذلك الملكية لا يجوزون أن يقتدي مأموم بإمام، مأموم بإمام يعني مسبوق، مسبوق بمسبوق، لأنه لا ينقلب المأموم إماما إلا في حالة عدم الإدراك يعني. نعم، إلا في حالة عدم الإدراك يعني، إلا في حالة عدم الإدراك. إذا أدرك المسبوق ركعة فلا يجوز لمسبوق آخر أن يقتدي به، لأن الإجماع انعقد عن المأموم لا ينقلب إماما إلا في حالة الاستخلاف. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل بعد ما بدأ في الصلاة وتحول إلى إمام، يعني فهذه حالة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما في أحد عند الحق أن يتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في غير حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح هذا، لا يجوز إنسان من غير عذر هكذا من غير استخلاف. فهذا ليس هو في الواقع استخلاف، وإنما هو تقديم لما طلب الله عز وجل، وإن كان هو دخل متأخرا لكن منزلته التقديم، وذلك تقدم وتأخر أبو بكر بأمر الله سبحانه وتعالى. مسألة الملكية في أنهم قيدوه بأنه لم يدرك ركعة، مع أنه يعني سمي مأموما يعني لما لحق على الإمام، لكن لم يحصل له فضل مأمومية، لم يحصل له شيء، فضل جماعي يعني. صورته يعني صورته صورة مأموم، ولكن حقيقته ليست كذلك. المأمومية معناها أن إنسان تحصل على أحكام المأمومية وهو لم يتحصل على شيء. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت حديثها عليه. هاتي، قال هاتي، فرح. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. هذه بعض الفاظ أنه علي، بعض الفاظ أنه أسامة بن زيد، بعض الفاظ أنه الفضل بن عباس، فكان لي يسند فيهم خاصة أهل بيته ومن يليه. قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها وأذن له. قالت: فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر. لأنه لما اشتكى صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، وفهم منه أنه يتمنى أن يكون في بيت عائشة. فلما وصل إلى بيت عائشة وجاء دور عائشة معش، لم يقل بعد ذلك أين أنا غدا، وذاك بقي في بيتها ومرضته عائشة رضي الله عنها ومات في بيتها، لأنه كان يحب ذلك، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على مرضاته. ومعروف أن
بعض أزواجه يعني تبرعت لعائشة بليلتها مرضاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يتوخون ليلته عند عائشة ويومه عند عائشة ويهدون إليه. من أراد أن يهدي شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى عندما يكون عند عائشة ويهدي إليه. فغارت زوجاته رضي الله عنهن من ذلك، وكلموا أم سلمة في هذا الأمر، وقال لها أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهن يحببن من الخير لأنفسهن ما تحب عائشة، يتمنى الهدية تأتيهم أيضا في بيوتهن. فذكرت السيدة أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، المرة الأولى فأعرض عنها، والمرة الثانية فأعرض عنها، والمرة الثالثة ذكر لها أنه يعني يحرص على أن يكون في بيت عائشة، وأن هي وأبوها من أمن الناس عليه إلى آخره، وكف الناس عن ذلك. فهو ذكر هنا الكلام على مسألة القسم بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو كان واجبا عليه أو كان يعني يراعيه، كان مريض كان يتنقل إلا أن عجز في آخر لحظة من أيام خير القليلة وبقى في بيت عائشة. فقالوا هذا القسم كان عليه واجبا وهو يفعله من باب يعني الحرص على الأفضل ومراعاة شعور نسائه ولا يريد أن يكسر خاطرهن، وكان هو واجب عليه. منهم من يقول العلماء أنه غير واجب، لأن الله تبارك وتعالى يقول ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء. منهم من يقول هو واجب لأنه كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا ويقسم بينهن ويتوخى ذلك، فهذا يدل على الوجوب. لكنه في المرة الأخيرة تنازلنا كلهن لعائشة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك. قالت فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر. وقالوا في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده زوجات وعجز عن التنقل، إما أن منهم من قال يقرع بالقرعة، ومن من قال له أن يتخير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض. يخط برجليه في الأرض، عندهاش قدرة على يعتمد على رجليه، رجله يعني يجرها جرا ولا يستطيع أن يرفعها ويضعها ويعتمد عليها. فقال عبيد الله فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي. هذه رواية أخرى ذكرت علي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا